الدستور، مستمرين في الحديث عن بعض الجوانب الهامة جدا. جلسات تأهيلية لمروان محسن والسولية، وراحة يومين قبل القمة برضه عشان الناس تبقى فاهمة. يومين قبل القمة يعني ده معناه إيه؟ إن الماتش هيبقى السبت، هنريح الخميس والجمعة. مش معقول يعني، ساعات برضه الراحة تبقى يوم الجمعة والسبت الجاي، وبعد كده ترجع من الحد تستأنف تدريباتك لحد ميعاد ماتش المباراة، يوم المباراة يعني. الأهلي يستقر على قيد كهربا ومؤمن. حد يا جماعة، هو الأهلي تعاقد مع كهربا وإحنا ما نعرفش مثلا؟ الأهلي لسه ما تعاقدش مع كهربا. هل كهربا في الحسابات؟ أه في الحسابات كهربا، لكن الأهلي ما تعاقدش معاه لحد اللحظة دي. كهربا ما وقعش من النادي الأهلي خالص، ولا أنت أعلنت انضمام كهربا للنادي الأهلي، فإزاي هتأيده؟ هو ممكن نأيده من غير ما الأهلي يتعاقد معاه؟ برضو اجتهاد صحفي بيحاولوا إن هم يسبقوا الأحداث شوية. مؤمن زكريا برضو نفس الحال. مؤمن إحنا عارفين عنده إصابة، فلسه مش عارفين هيرجع إمتى من الإصابة دي، ومش معقول إن أنت هتأيد مؤمن وهو لسه ما رجعش من الإصابة. فلسه برضو الكلام ده مش حقيقي حتى الآن. وبايلر يطلب مدافعين، وهم بيقولوا موضوع المدافعين ده عشان في إصابات كتيرة جدا في الخط ده. يعني قال لك ياسر إبراهيم اتصاب قبل كده، بتولي سعد سمير كان مصاب. لكن أنا في اعتقادي يعني إن الأهلي لما هيرجع له كل الناس في هذا المركز بتحديد خط الدفاع، برضو حسب طبعا الرؤية الفنية مستر فايلر يعني، لكن هيكون عندك خط ده مكتمل. عندك عدد من اللاعبين المميزين جدا، رامي ربيعة، سعد سمير، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أيمن أشرف كمان. فما أعتقدش، ما أعتقدش يعني إن ممكن النادي الأهلي يفكر أو مستر فايلر، وكله هيبقى طبقا لتقييمه في الآخر. ويوم ما مستر فايلر هيطلب تدعيم في مركز ما، الإدارة عمرها ما هتتأخر عنه. واللي عايز أكده لحضراتكم برضو بمناسبة موضوع إن كان الناس تتكلم على كهربا ومؤمن وكلام من ده، إن مستر فايلر هو المتحكم في التعاقد مع فلان والاستغناء عن فلان، في تشاور طبعا مع لجنة التخطيط للكرة. طبيعي القرار الأول والأخير بيبقى للمدير الفني. ليه؟ لأن هو المسؤول، هو اللي هيتحاسب، هو اللي هيتم تقييمه على كل اختياراته. أسماء مهمة قوي أنا أتمناها، أنا على المستوى الشخصي طبعا، أو كل معظم جمهور النادي الأهلي يتمنى لعيب زي كهربا. إمكانيات مفيش أحسن من كده، إضافة مش هيكون في أحسن منها للنادي الأهلي. لكن في كل الأحوال ده كله رهن شارط وطلبات مستر فايلر بس.